الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية عن إحباط قوات حرس الحدود محاولة مجموعة من الإرهابيين والمهربين اختراق الحدود العراقية من الأراضي السورية عند منطقة القائم أقصى غرب العراق وإجبارها على التراجع. تمكن رجال منطقتي راوة وعانة من صد مجموعات إرهابية مما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، حاولت التسلل إلى المنطقتين وأجبروها بعد قتال ضار على الفرار إلى عمق الصحراء الغربية بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعجلات. وبينما أعلنت السلطات الأمنية عن فرض حظر تجوال في مدينة القائم من 9 مساء إلى 5 فجرا من كل يوم تحسبا لوقوع هجمات إرهابية، تمكنت شرطتا محافظتين نوى وصلاح الدين من تدمير 4 أوكار لتنظيم القاعدة الإرهابي والقبض على 38 إرهابيا في مناطق شمال وغرب تكريت والساحل الأيمن. الجيش العراقي اليوم بدأ يسيطر تقريبا على مسك الأرض، وخصوصا بعد العمليات الإرهابية الكثيرة اللي تعرضت لها بغداد وباقي المحافظات، خصوصا أيضا في البصرة وفي واسط. وفي ناحية جرف الصخر، تمكنت قوة من لواء الجيش العراقي 31 من مداهمة وكر لما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وعثرت فيه على مخبأ ضم كميات كبيرة من الأعتدة والأسلحة الخفيفة وبنادق متوسطة وقنابل يدوية كانت مهيئة للتهريب إلى العصابات الإرهابية في سوريا. نادية العبيدي، تلفزيون العربي السوري، بغداد.